سنستغل المناسبة هي يعني ما مش تعيش النهار من الزلزال هذا مجوال نهار الزلزال عيش خدم شنو باش تعيش مرة ساكنة الإقليم النظارة ولا الحسيمة تغطصغي غاجوني 24 دقيقة نوشك الزلزال ولكن ثاني تيجي الرسالة زي سيدي ربي العالمين نشي نتمن زي القدر ربي العالمين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ثاني تيجي الرسالة قاقت نهار باش ناخذ الدار بي باش نكارن عذري خفنا وغاس لا هادي ولا هادي رسالة قوية من الله سبحانه وتعالى باش نكارن فاق غنختيري المسؤوليه دينيه ولا المسؤوليه يعني اخلاقيه ما مش غنعيش ربي يتنبهنا والسلام عليكم ورحمه الله. كرئيس مجلس البلدي غنقاد تنسيق نجد رئيس الجهه لانه تغدي السفر ثم نزد ان شاء الله باش الاجراءات السلطه انظر لان السلطه تتيسن الاماشي يموشاني ديال المتضررين دون مجلس قان باش كيسن الاجراءات ينتوران زما تنك ثم من ان رئيس الجهه خو عالق مهمه الطاس ما مش غنق غنغيري اجن ستوك غنغيري ثينا ثيني يرفع انت مثلا خمي خمي 13 انت الداف نخشى مجلس قاني يعني مهمة الطاس غاديني الميزانية بدات تقيت الدولة ولكن قات ديني وحا ما يوقعي غاكن خو الطريقة يا دينا السيد الرئيس للجهاز عماش الطريقة ديال المستوى يا الطاس وتصبح الطاس باش غنغيري اجن ستوك يغي ينفع المنايا لا قدر الله يوقع منايا لان منايا زي سيد ربي العالمين ما ريخص سيني كون فيكون شينا نيري نستوجدو صافي قالت تنسيق نجد الرئيس الجهه لانه تغدي السفر ثم نزد ان شاء الله باش الاجراءات السلطه انظر لان السلطه تتيسن ماشي يموشاني ديال المتضررين دون مجلس قان باش كيسن الاجراءات ينتوران زما تنك ثم من ان رئيس الجهه خو عالق مهمه الطاس ما مش غنق غنغيري اجن ستوك غنغيري ثينا ثيني يرفع انت مثلا خمي خمي 13 انت الداف نخشى مجلس قان يعني مهم ثاني تيفيجن الرساله زي سيدي ربي العالمين نشي نتمن زي القدر ربي العالمين قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ثاني تيجي الرساله قاقت نهار باش ناخذ الدار بي باش نكارن عذري خفنا وغاس لا هادي ولا هادي رساله قويه من الله سبحانه وتعالى باش نكارن فاق غنختيري المسؤوليه دينيه ولا المسؤوليه يعني اخلاقيه ما مش غنعيش ربي يتنبهنا والسلام عليكم ورحمه الله. كرئيس مجلس البلدي سنستغل المناسبه هي يعني ما مش تعيش النهار من الزلزال هذا مجوال نهار الزلزال عيش خدم شنو باش تعيش مره ساكنه الاقليم النظاره ولا الحسيمه تغطصغي غاجوني 24 دقيقه نوشك الزلزال ولكن